السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم مصطفى عبد الجواد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنحل امتحان الإنترنت باللغة الإنجليزية، لأن ناس كتيرة جدا طلبت الموضوع ده. طيب قبل ما نحل الامتحان، عاوز أقول لكم إن امتحان الإنترنت عبارة عن نوعين من الأسئلة. أول نوع من الأسئلة يا جماعة بيكون عبارة عن الويب براوز اللي هو التصفح، والأسئلة بتبقى نظري وعملي. وتاني نوع من الأسئلة بيكون خاص بالإيميل أدرس، وبرضه بتكون نوع الأسئلة فيه أسئلة نظري وأسئلة عملي. يلا بينا نبدأ على بركة الله. السؤال الأول بيقول لي أي من الإجابات الأربعة يمثل الـ World Wide Web اللي هي الشبكة العنكبوتية؟ هتبقى الإجابة هي رقم واحد، وهي إن الشبكة العنكبوتية عبارة عن مجموعة من المستندات المختلفة الموجودة على جهاز الكمبيوتر على الإنترنت. السؤال الثاني بيقول لي أي من الإجابات الأربعة يمثل الدومين نيم اللي موجود قدامي؟ طبعا زي ما انتوا عارفين إن الدومين نيم هو بيكون اسم الموقع اللي أنا بدخل عليه، فهنا الموقع قدامي اللي اسمه هوم، هتبقى الإجابة بتاعته رقم أربعة اللي هي homedecor.com. السؤال الثالث بيقول لي أي من الإجابات الأربعة تشير إلى ملف أو تحميل ملف رقمي من على الإنترنت علشان أشغله على الكمبيوتر أو أشغله على الموبايل؟ طبعا هتكون الإجابة هي رقم 2 اللي هي البودكاست، هعلم عليها وأقول له سبميت. السؤال الرابع بيقول لي أي من الإجابات الأربعة يعد مصدر آمن في الدخول على الإنترنت، يعني موقع يكون آمن؟ تمام، طبعا الإجابة دي يا جماعة هتكون الإجابة رقم واحد اللي هي ال HTTPS. السؤال الخامس بيقول لي أي من الإجابات الأربعة بيشير إلى سلامة البيانات أثناء نقلها؟ هتكون الإجابة رقم 2 اللي هي ال Digital Certificate. السؤال السادس بيقول لي مين من الإجابات الأربعة يمثل عملية تحويل البيانات لمنع سرقتها أو لمنع اختراق هذه البيانات عن طريق الطرق الخوارزمية؟ هتكون الإجابة رقم 3 وهي الانكريبشن. السؤال السابع بيقول لي أي من الأربع إجابات اللي قدامي دول بيساعد على حماية الشبكة من الاختراق أو من الهاكرز اللي بيقوموا باختراق البيانات؟ هتكون طبعا الإجابة اللي معايا رقم 3 وهي إجابة الفاير وول. طبعا أي سؤال عن تأمين الشبكة بنختار الفاير وول. السؤال الثامن بيقول لي أي من الإجابات الأربعة اللي قدامي بيمثل خطر ممكن تقع فيه بطريقة غير مقصودة أثناء التصفح على الإنترنت؟ هتكون الإجابة رقم 3 وهي الإفصاح عن البيانات والمعلومات الشخصية. السؤال التاسع بيسألني على البيرنت كنترول اوبشن، وهو بيقول لي أي من الإجابات الأربعة بيمثل البيرنت كنترول اوبشن ده يا جماعة؟ هتكون الإجابة رقم 2 وهي البرامج التي تسمح للأطفال العمل على الكمبيوتر في الأوقات المحددة فقط. وبكده يا جماعة نكون خلصنا الجزء النظري اللي هو التصفح بتاع الانترنت. دلوقتي هنبدأ مع بعضينا في الجزء العملي، وزي ما انتوا عارفين ان الجزء العملي يا جماعة عاوز شغل وعاوز تركيز، فياريت تركز معايا. السؤال العاشر في العملي طالب مني ان انا اذهب للموقع اللي هو عطاهولي فوق، تمام، اللي هو يا جماعة الموقع اللي باللون الازرق ده. فانا يستحسن ان انا اعمل سيليكت على الموقع اللي انا فتحه وادوس على ديليت، بعد كده ابدا اكتب الموقع اللي هو عطاهولي، بعد بمخلص كتابه على طول هدوس له على انتر وهيقوم بفتح الموقع زي ما انتوا هتشوفوا اهو انتر كده يا جماعه، وبعد كده بقول له سبميت، بسيب الصفحه مفتوحه طبعا. سؤال 11 بيقول لي عاوز الصفحة اللي قدامي تكون هي الصفحة الرئيسية للموقع، تمام. بذهب اول حاجة على قائمة تولز اللي موجودة، وبعدين بختار انترنت اوبشن، بدخل عليها وبقول له current use current، وبعد كده بقول له اوكي، وبسيب برضو الصفحة مفتوحة، وبعد كده بقول له submit. السؤال ال 12 بيقول لي اعمل refresh للصفحة. طبعا بروح على العلامة اللي جنب السهم الصغير وبدوس عليها مرة واحدة بيعمل ريفريش اوتوماتيك.
السؤال رقم 13 طالب منك ان انت تفتح اللينك اللي اسمه نيو ارايفلز في قائمة جديدة. طبعا هدوس كليك يمين عليه. لو لاحظت معايا يا جماعة ان انت لو دوست كليك يمين حتى ده في الامتحان الرسمي مش في التجريبي بس مش هتظهر القائمة بتاعتي، لكن كل اللي هعمله علشان اشوف القائمة هنزل بسكرول بتاعت الماوس هلاقي القائمة ظاهرة تحت، هقول له open in new window تمام. بعد ما بدوس عليها كليك تمام هيفتح لي القائمة الجديدة. هنا هتظهر قائمة صغيرة بيقول لي هل انت تريد ان انت عاوز تقفل الصفحة، هقول له اوكي لان هو طالب فوق زي ما انتم شايفين، بيقول لي اند كلوز ات يعني بعد كده هتقفلها، هقول له اوكي هتقفل القائمة لوحديها. بعد كده هقول له سبمت. السؤال 14 بيقول لي اذهب الى الصفحة الرئيسية للموقع، هروح على علامة الهوم اللي قدامي دي تمام، هدوس عليها مرة واحدة هيرجعني للماي هوم بيج. بعد ما بخلص هدوس له سبمت. السؤال رقم 15 طالب مني ان انا اذهب للموقع اليو ار ال اللي عطهولي فوق من خلال المواقع اللي انا زرتها او من خلال الهيستوري. عشان اوصل للهيستوري يا جماعة بروح على السهم الصغير اللي جنب السيرش اللي فوق دي تمام، هتظهر لي المواقع اللي انا زرتها، هختار اسم الموقع اللي هو طلبه اللي هو اليو ار ال، بعد كده هعلم عليها وهسيب الصفحة زي ما هي، بعد كده هروح اقول له سبميت. سؤال رقم 16 بيقول لي عاوز اضيف الصفحة دي للصفحات المفضلة او للبوك مارك. طبعا عشان اضيف الصفحة دي للصفحة المفضلة او للعلامة المرجعية بروح على قائمة favorites تمام، بعد كده هدوس عليها وهقول له add favorites، هدوس له هنا وبعد كده هقول له add، وهسيب طبعا يا جماعة الصفحة مفتوحة زي ما هي قدامي. السؤال رقم 17 بيقول لي املا البيانات اللي موجودة في السؤال داخل النموذج اللي انتوا شايفينه. طبعا يا جماعة نخلي بالنا من الحروف الكابيتال والحروف السمول والسبيس والحاجات دي كلها، لان لو اي حاجة غلط بتحسب السؤال كله غلط. هنيجي في النيمو هنكتب البيانات بتاعته، بعد كده هتحرك بزرار تاب عادي جدا مسموح بيه وهدخل الارقام، بعد كده هدوس له تاب، وبعد كده هدخل الايميل اللي موجود عندي في السؤال، بعد كده هدخل اخر بيانات موجودة عندي. وقبل ما هدوس سبميت اللي تحت يا جماعة نقرا باقي السؤال لانه لسه السؤال ليه باقي. هو بيقول لي سيب السؤال مفتوح ما تجيش عنده النموذج ده، سيبه مفتوح ما تجيش عنده، فانا مش هدوس له سبميت اللي تحت، هسيب النموذج زي ما هو اهو سبميت مش هاجي عندها، هدوس له سبميت العادية اللي هو تسليم السؤال. السؤال رقم 18 بيقول لي اعمل سبميت للسؤال اللي انا حليته، هدوس له عادي تحت، بعد كده هدوس له سبميت. سؤال رقم 19 بيقول لي عاوزين نضع البراوزرز to allow all pop ups. هنيجي من التولز وهندخل على انترنت اوبشنز وقسم البرايفسي، بعد كده هنشيل علامة اللوك اللي موجودة على البوب ابس، بعد كده هدوس له على اوكي واقول له سبميت. سؤال رقم 20 بيقول لي اعمل ديليت لكل الهيستوري براوزنج اللي موجود عندي على الصفحة. هندخل على تولز ومن كلمة ديليت اهو ديليت هيستوري، هعلم على الهيستوري، بعد كده هقول له ديليت وهقول له سبميت. بعد كده هنا بيقول لي احذف لي برضو كل الفايلات اللي موجودة باسم temporary internet files، دي علشان اوصلها من نفس tools برضو ومن نفس delete history، وهعلم على temporary internet files وهقول له delete، بعد كده اقول له submit. السؤال رقم 22 بيقول لي اعمل بحث على كلمة الباكوارد. دي يا جماعة طبعا مش هدوس له على كلمة البحث اللي موجودة قدامي دي، لا هدوس على السهم الصغير وهدوس على علامة البحث اللي في الاسفل، هدوس له عليها تمام، بعد كده هدخل الكلمة اللي هو طالبها اللي هي اسمها الباكوير، هكتبها قدامكم تمام. بعد ما بكتب الكلمة هدوس له انتر، هيفتح معايا
الصفحة. بعد كده هقول له submit. سؤال رقم 23 طالب مننا عملية البحث المتقدم للبحث عن جملة ألمونيوم باكوير. هنيجي على Advanced Search اللي موجودة تحت وهندوس عليها. بعد كده هنيجي عن Exact Word or Phrase هندوس عليها. طبعا مش هنختار ولا All These Words ولا الجملة التالتة اللي هي Any of These Words، هنختار Exact Word وهنكتب ألمونيوم باكوير. بعد كده هننزل تحت وهنقول له Advanced Search وهنسيب الصفحة مفتوحة ونقول له Submit. السؤال رقم 24 طالب مننا نحفظ الصفحة الحالية باسم Aluminium Word.txt في Document Litmus. طبعا علشان نحفظ الصفحة هنروح على قائمة فايل، بعد كده بنختار Save. بعد ما بنختار Save هننزل القائمة كده شوية علشان نشوف الكلمة ونكتبها بالظبط. هنحدد بالمؤشر على الفايل نيم وهنبدأ نكتب له aluminium where.txt. طيب ليه كتبت .txt هنا يا جماعة؟ لان انا لو دوست في الطيب هنا مش هلاقي الصيغة اللي هو طالبها، فلازم انا اكتبها اللي هي تكست بايدي. بعد كده هروح اقول له save واقول له submit. سؤال رقم 25 بيقول لي دخل اسم الموقع ده في عملية البحث. هنكتب الاول اسم الموقع، هنيجي هنا ونعلم. بعد كده هندخل اسم الموقع، تمام. بعد ما هندخل اسم الموقع قدامنا هو يا جماعة، هنقرا بقى السؤال لحد ASPX، هندوس له بعد كده انتر. هنيجي هنلاقيه بيقول لي انسخ البيانات اللي موجودة في الكونتاكت والايميل اللي هو الارقام اللي موجودة قدامنا. طبعا هعمل له سيلكت على الارقام وهقول له كنترول سي. طبعا يا جماعة هي الطريقة الوحيدة اللي بيقبلها الامتحان هي كنترول سي. لا هينفع ان انا اقول له فايل وكات وكوبي، ولا هينفع ان انا اقول له اي حاجة. اللي هو الطريقة الوحيدة اللي بيقبلها الامتحان في السؤال ده هي كنترول سي. بعد كده هنزل على الصفحة اللي تحت اللي موجودة وهاجي عند الكونتاكت كونتاكت هنا يا جماعة وهقول له بيست زي ما انتوا شايفين. بعد كده هرجع للصفحة التانية وهعمل سيلكت على الايميل زي ما انتوا شايفين وهقول له كنترول سي. بعد كده هنزل للصفحة تحت وهاجي هنا عند الايميل ادرس هقول له بيست من فوق وهقول له سبميت. سؤال رقم 26 بيقول لي افتح اللينك اللي اسمه فرنيتشر. هاجي هنا وهفتح اللينك. بعد كده بيقول لي اعمل عملية داونلود للاوردر فورم اللي هي موجودة تحت باللون الازرق. هاجي هنا طبعا وهدوس له داونلود، هتظهر قدامي وبيقول لي احفظها في الدوكيومنت ليتمس. طبعا هنا لو بصينا هنلاقيه هي محفوظة اوتوماتيك. هنيجي لو عاوز حاجة غير كده لوكيشن تاني بقول له بنبراوز هنا. بعد كده باجي عند سيف وهقول له سيف. بعد كده هطلع واقول له سبميت. سؤال رقم 27 بيقول لي عاوز اغير شكل الصفحة لبورتريت وحجمها لاي 4. باجي على كلمة فايل وهدوس عليها وهنزل على البيج سيت اب وهدوس عليها. بعد كده هاجي على هختار بورتريت واختار نوع الورقة هختارها اي 4 ثم هضغط له على اوكي وهاجي هقول له سبميت. سؤال رقم 28 بيقول لي اعمل لي كوبي برينت كوبي للورقة الصفحة اللي قدامنا. هنيجي هنا وهدوس له على فايل، بعد كده هنزل على برينت هدوس له عليها وبعد كده هختار له برينت. هلاقيه عمل عملية تحميل وهقول له سبميت. السؤال رقم 29 وكده نكون خلصنا الجزء النظري والعملي الخاص بالويب براوز، وهنبدأ في الجزء الثاني وهو جزء الايميل. وجزء الايميل يا جماعة برضه عبارة عن جزء نظري وعملي. سؤال رقم 29 بيقول لي اي من الجمل الاربعة والاجابات الاربعة يمثل الكترونيك ميل. هتكون الاجابة رقم 3 وهو الالكترونيك ميل عبارة عن مجموعة من المعلومات يتم نشرها بين الناس في وقت واحد وهقول له سبميت. سؤال رقم 30 بيقول لي في الايميل اللي قدامك الهوم ديكور دوت كوم بتكون ايه؟ طبعا زي ما احنا قلنا في اول الحلقة بتكون هي الدومين. هعلم عليها بعد كده هقول له سبميت.
السؤال رقم 31 بيقول لي أي من الجمل الأربعة بيمثل خدمة الرسائل وإرسال واستلام الرسائل بين الأشخاص من خلال الأرقام والنصوص؟ هتكون الإجابة رقم 2 وهي الشورت إيه؟ مسج سيرفيس. السؤال رقم 32 بيقول لي مين من الإجابات الأربعة لا يعد مثالا عن خدمات الإنترنت والأونلاين؟ طبعا هنبص هنلاقي رقم 2 اللي هي سكول سبورتس كلاب، هعلم عليها واقول له سبميت لان دي ملهاش علاقه بالاونلاين. السؤال رقم 33 بيقول لي ما الذي لا يعد مثالا او سبب جيد لما شخص يبعت لي ايميل او يبعت لي لينك غير معروف او مخترق؟ يعني ايه اللي ملهاش علاقه بالاربع جمل اللي قدامي؟ هتكون الاجابه الثانيه اللي هو مفيش مساحه على الكمبيوتر، دي ملهاش علاقه اذا كان حد هيبعت لي لينك مخترق او حاجه. السؤال رقم 34 بيقول لك مين من الجمل الاربعه اللي قدامي بيشير الى محاوله خبيثه في اختراق المعلومات واختراق الباسورد واختراق الكريدت كارد؟ هتكون طبعا يا جماعة الفيشنج اللي هو التصعيد. لو سألني عن اي حاجة خاصة بالباسورد والكريدت كارد طبعا الفيشنج على طول هي اللي هتكون صح. السؤال رقم 35 بيقول لك اي من الاجابات الاربعة مش هيؤدي ان جهازك يصاب بالفيروس؟ هتكون طبعا الاجابة الرابعة اللي هي enabling the antivirus software. السؤال رقم 36 بيقول لي اي من الجمل الاربعة ميزة من مزايا الالكترونيك ميل؟ هتكون الاجابة التانية ان هي عملية ارسال سريعة للرسائل. سؤال رقم 37 بيقول لي اي من الجمل الاربعة يعبر عن الفويب او يقوم بوصف الفويب؟ هتكون طبعا هي الاجابة رقم 1 ان الفويب يا جماعة عبارة عن عملية محادثات صوتية عبر الانترنت. سؤال 38 بيقول لي اي من الجمل الاربعة لا يعتبر من النتورك اتيكيت؟ هتكون الاجابة رقم 3 اللي هو بيرسل رسائل غير مرغوب فيها. السؤال رقم 39 بيقول لي ايه الفرق بين السي سي والبي سي سي؟ طبعا هتكون الإجابة رقم 2 وإن السي سي يا جماعة عبارة عن البريد الإلكتروني اللي بتكتبه في الخانة بيكون ظاهر لكل الناس، أما في البي سي سي مش بيظهر لكل الناس وبيكون طبعا مختفي. السؤال رقم 40 يا جماعة ويكون كده خلصنا الجزء النظري الخاص بالإيميل وهنبدأ بالجزء العملي الخاص بالإيميل. أول سؤال بيقول لي اللي هو السؤال رقم 40 بيقول لي ارسل رسالة على الإيميل اللي قدامي ده ودخل النص اللي موجود اللي هو نص الرسالة اللي قدامي. اول حاجة طبعا يا جماعة هعملها هروح على create mail وهدوس عليها، بعد كده هنزل بالقايمة لتحت شوية وهاجي عند تو هنا وهدخله الايميل اللي هو طالبه فوق. تمام، طبعا يا جماعة ماليش دعوة بالسي سي ولا البي سي سي، هو قال لي اعمل ارسال للايميل على طول فانا ماليش دعوة بالسي سي والبي سي سي. وهاجي تحت في اتاتشمنت يا جماعه اللي انتوا شايفينها دي وهدخل بعد كده نص الرساله اللي موجوده عندي اللي هو دير، وبعد كده هعمل سبيس ما تنسوهاش يا جماعه طبعا، وبعد ما اخلص هعمل الكوما. الكوما دي يا جماعه عايز اقول لكم لو ما اتكتبتش بتطلع السؤال كله غلط. بعد كده بنكتب باقي نص الرساله زي ما انتوا شايفين، بعد كده هشوف باقي النص، هطلع فوق بالسهم وهنزل كده، هرجع تاني هعمل انتر وانتر تاني وهكتب باقي نص الرسالة يا جماعة، وهعمل انتر تاني وهكتب باقي نص الرسالة. بعد كده هشوف طالب مني ايه فوق، بيقول لي send the message، هبعت الرسالة مفيش مشكلة، هاجي عند send وهدوس له ارسال، بعد كده اقول له سبميت. السؤال رقم 40 بيقول لي افتح الرساله اللي اسمها ستور بلان اللي موجوده في الدرافتس. الدرافتس يا جماعه هو موجود عندي في الانبوكس على الشمال، هروح عليها واضغط مره واحده، بعد كده هفتح الرساله اللي اسمها ستور بلان دبل كليك، هتفتح الرساله قدامي، بعد كده طالب مني ان انا افتح الفايل اللي موجود في الدوكيومنت ليتمس اللي اسمه ستور بلان. هنروح على كلمة attachment اللي موجودة عندي، هدوس عليها مرة واحدة، هيفتح معايا رسالة تانية، هنروح على الستور بلين وهدوس عليها مرة وهقول له open من تحت،
بعد كده بيقول لي ارسل الرسالة، هروح على سند واقول له ارسال. سؤال رقم 42 بيقول لي افتح الرسالة اللي موجودة في الدرافتس، هنيجي هنا وندوس دبل كليك عليها تفتح الرسالة معانا. بعد كده بيقول لي اعمل لها عملية فحص املائي من خلال يا جماعة السبيل تشيك، هدوس عليها مرة واحدة. بعد كده هقول له اوكي. بعد كده طالب مني بيقول لي سند ذا مسج، هدوس له سند. بعد كده هروح اقول له سبميت. السؤال رقم 43 بيقول لي اذهب الى انبوكس اللي هو موجود على الشمال، هروح على انبوكس وهفتح الرسالة. بعد كده بيقول لي اعمل فورورد او اعادة توجيه للرسالة اللي اسمها فيرنشنج، هروح عليها وهدوس له مارك عليها. بعد كده هروح اعمل فورورد وهنزل بالقائمة لتحت شوية، تمام، وهاجي عند التو هنا يا جماعة، هدخل الايميل اللي هو موجود عندي اللي انا هبعت عليه، تمام. بعد كده بيقول لي دخل النص ده اللي موجود في الفيرست لاين في اول صف في الرسالة، هعلم هنا وهدخل النص اللي قال عليه، هكتب النص يا جماعة زي ما انتوا شايفين، اول حرف كابيتال طبعا، وما تنسوش يا جماعة السبيس بين الكلمات. بعد كده بيقول لي اعمل سند للرسالة، هاجي على كلمة سند اللي موجودة وبعد كده هدوس سند وهقول له سبميت. السؤال رقم 44 بيقول لي اعمل ريموف للرسالة اللي اسمها ديت ريسيفد، دي عشان اوصل لها يا جماعة هروح عن طريق قائمة فيو اللي انتوا شايفينها وهدوس واقول له كولوم. بعد كده هختار الديت ريسيف احوش عليه علامة المارك واقول له اوكي. بعد كده هقول له سبميت. السؤال رقم 45 عايز يعمل فلاج او اشارة للرسالة اللي بتبدأ بعنوان فلور بلان، هنيجي هنا وهندوس مرة واحدة على الرسالة، وهاجي عند تحت العلم الأخضر هدوس له مرة واحدة، هتتعمل العلامة والإشارة. سؤال 46 بيقول لي حدد الرسالة اللي اسمها نيو جرينيت على إنها رسالة غير مقروءة، هاجي هنا وهعلم عليها وبعد كده هروح على قائمة إديت، بعد كده هختار مارك أز أنريد، بعد كده هقول له سبميت. سؤال 47 بيقول لي اعمل ترتيب، محددش طبعا ولا تصاعدي ولا تنازلي، هو عايز يعمل ترتيب من خلال العنوان صورة طبعا اللي هو الترتيب، لكن ما قالش ترتيب تصاعدي ولا تنازلي. هاجي عند سبجكت من هنا وهدوس مرة واحدة، تمام. بعد كده هبص على السهم الصغير اللي قدامي، لو كان وشه لفوق هيبقى تصاعدي، لو كان وشه لتحت هيبقى ترتيب تنازلي، لكن طالما هو محددش معايا فأنا هعمل الصورة على طول. سؤال رقم 48 بيقول لي اعمل اعادة معاينة للرسالة اللي اسمها تشير ديزاين اللي موجودة داخل الاوت بوكس فولدر، طبعا هنبص على الاوت بوكس فولدر اللي على الشمال وهدوس عليه مرة واحدة، وهاجي عند الرسالة ودوس دبل كليك، هتظهر معايا الرسالة فوق. بعد كده اروح على قائمة فايل وهقول له بريفيو، هختار برنت بريفيو، هتظهر الرسالة قدامي. بعد كده يا جماعة بيقول لي اعمل كلوز للصفحة، مش هينفع ادوس اكس طبعا اللي فوق هتتحسب غلط، فهدوس كلوز وهقفل من هنا. بعد كده اقول له سبجكت. سؤال رقم 49 بيقول لي اعمل مجلد جديد باسم بادجت، هنيجي هنا من خلال نيو فولدر وهاجي هنا هحط المؤشر وهكتب له كلمة بادجت، بعد كده اقول له اوكي. السؤال رقم 50 بيقول لي اعمل قائمة بريدية باسم offline marketing تحتوي على التلات اسماء اللي احنا شايفينهم قدامنا. اول حاجة طبعا هروح على tools وهدوس مرة واحدة وهقول له description list، بعد كده هاجي هنا في name هقول له offline marketing، وما تنسوش الO capital والM capital يا جماعة. بعد كده اقول له create وهنزل تحت اقول له add، وهاجي هنا عند اول اسم وهعمل شيفت واتجاه لتحت مرتين، بعد كده هدوس على اوكي واقول له اوكي، بعد كده هسلم الاجابة واقول له سبميت. وبكده يا جماعة نكون خلصنا مديول الانترنت باللغة الانجليزية للناس اللي هي عاوزة تدخل الامتحان باللغة الانجليزية، وما تنساش تعمل شير واشتراك للقناة وتشرفنا، وتعمل لايك للفيديو لو عجبك. كان معكم مصطفى عبد الجواد
وبالتوفيق للجميع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.